العمالة المنزلية بالهيئة العامة للقوى العاملة الحين في ليالي الكويت. حياكم الله مشاهدينا، مثل ما شفتوا معنا الحديث راح يكون عن العمالة المنزلية في الكويت. سعدنا يكون معنا الأستاذ ناصر الموسوي، مدير إدارة تنظيم استخدام العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة. يا أهلا ومرحبا فيك، منورنا في ليالي الكويت. حياك الله، رحب فيكم إن شاء الله وفي السادة المشاهدين، وإن شاء الله نكون نقدر نطرح يعني بعض المواضيع اللي إن شاء الله ننورهم فيها إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. أستاذ ناصر، نبدأ مع موضوع العمالة الفلبينية اللي حاليا يمكن هو متسيد الساحة يمكن بمواضيع العمالة المنزلية، وين وصل موضوعهم؟ موضوع العمالة الفلبينية أخذ زخم إعلامي يعني المفروض ما كان يوصل إلى هذه المراحل. بالنهاية اليوم إن شاء الله ما في مشكلة وحلولها جدا بسيطة وسهلة إن شاء الله. منها بالنسبة للعاملات اللي غادروا الإجازة قدروا أنهم يرجعون. هذه كانت طبعا أستاذ ناصر بالبداية، كانوا اللي يعني كانوا طالعين بإجازة ما قدروا يرجعون. فاليوم اللي بين أن المشكلة ما تعتبر قائمة أو أن هي عبارة عن تنظيم لعملية استخدام العمالة من الفلبين. ابتدت يعني نفس البلد عندهم تجهز لها شوية إجراءات، وإن شاء الله في يعني نتوقع توقعات ان شاء الله في بوادر جديده وبوادر جيده ان شاء الله. نعم، يعني البدايه كانت مع ان اللي كان طالع اجازه رجع، غيرها من المشاكل اذا استخدام عماله جديده وين وصلتوا؟ الاستخدام فقط هم ان شاء الله راح يعني تصوراتنا ان راح يكون في يعني امور جديده وجيده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لكن شلون ممكن نتفادى مثل هذه المشاكل في المستقبل؟ يعني خصوصا مع العماله الفلبينيه صارت اكثر من قصه على مدى الاعوام اللي طافت. فشنو اجراءاتكم او خطتكم ان احنا نتفادى مثل حدوث مثل هذه المشاكل في المستقبل؟ نعم، بالنسبة لقضية احنا اليوم احنا ما نتكلم على موضوع عمالة لجنسية معينة او لدولة معينة. اليوم التثقيف مهم جدا بالنسبة لسواء العامل او المواطن هنا في الكويت. نعم، التثقيف في قانون استخدام العمالة وطريقة التعامل مع العمالة والإجراءات اللي يتبعها المفروض رب العمل في البيت، الحقوق والواجبات اللي موجودة في القانون لو طبقت بصورة صحيحة إن شاء الله نتفادى كل هذه المشاكل. نعم، ودنا نسأل هل في بدائل؟ احنا سمعنا يعني عودة للعمالة الإندونيسية، هل صحيح هذا الشيء ولا لا؟ لحد الآن بالنسبة للعمالة الإندونيسية طبعا تم يعني عمل الإجراءات ان احنا نحاول ان احنا نخاطبهم ونقعد معاهم ونشوف شنو المتطلبات الاتفاقيات الدولية تكون ان شاء الله بين البلدين يعني، وقاعدين في مرحلة دراسة يعني حاليا شقالة ومعاهم في مباحثات بإذن الله. جميل، ومثل ما ذكر زميلي عبد الله، هل هناك بدائل أخرى راح يتم فتح أبواب مع دول جديدة يمكن في موضوع العمالة المنزلية، ولا لازلنا راح نتواصل مع نفس الدول؟
باذن الله احنا تطلعات، يعني احنا ما ودنا نقول نعطي وعود، وهذا في هي تحركات سواء من اخواننا في وزاره خارجيه دبلوماسيه. نعم. واحنا قاعدين نحاول شويه اجراءات من عندنا تنظيميه، بحيث ان احنا ان شاء الله في تطلعات الى دول جديده باذن الله. ان شاء الله. انا ودي اتكلم استاذ ناصر عن انتقال الأعمال المنزلية. طبعا كانت قبل عند وزير الداخلية، بعدها انتقلت إلى الهيئة العامة للقوى العاملة. نتكلم على هذا الانتقال، شنو الاختصاصات اللي صارت عندكم؟ نعم، بناء على قرار مجلس الوزراء نقل تبعية القانون رقم 68 على 2015 اللي هو المنظم لاستخدام العمالة وعقود العمالة، نقل هذه الاختصاصات من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة. وطبعا استلمنا المهام في 1/4/2019، وإن شاء الله ماشيين في إجراءات تطوير هذا العمل إداري، يعني إداريا أكثر يحتاج إلى ترتيب يعني. جميل. وقاعدين نشتغل عليه إن شاء الله. ولو تكلمنا عن الإدارة اللي أنت ترأسها، نتكلم عن اختصاصاتها أكثر وشنو قاعدة تقدم؟ نعم. إدارة تنظيم استخدام العمالة المنزلية أول شيء مقرها في منطقة رميثية، تستقبل جميع أطراف العقد النموذجي لدولة الكويت اللي هو عقد استخدام العمالة المنزلية، في حال حدوث أي يعني ما ودنا نقول احنا مشكلة، أي اختلاف في تطبيق. نعم. العقد يعني. عفوا، هل هي العقود الداخلية بالكويت أم عقود الخارجية مع الدول الأخرى؟ لا، العقود المنظمة اللي هو العقد الثلاثي اللي هو بين مكتب الاستخدام أو شركة الاستخدام. نعم. ورب العمل والعامل اللي هو العقد النموذجي لدولة الكويت طبعا. نعم، أنا ودي شوي نتكلم على يعني بعد انتقال التخصص لكم، الشكاوى اللي قاعد توصلكم سواء يعني من العمالة المنزلية نفسها إلى أرباب عملهم أو العكس. نعم. شنو أنواع الشكاوى اللي قاعد توصلكم؟ أنواع الشكاوى، أما تكون مثلا تأخر في استلام الرواتب، فالعامل طبعا ما يتحمل اليومين والثلاثة اللي تطوف من فترة هذا، ما يقدر ينتظر في وراء أسر هناك منتظرته أنه يحول لها هذه المبالغ. غالبا في أوقات يكون مثلا العامل يكبر عليه حجم العمل داخل البيت، فيحس أنه هو شوي في ضغط. غير كذي اليوم هذا العامل يعتبر مغترب عن بلده وعن أهله والأمور هذه، فممكن تحدث بعض المشاكل منه مثلا أو من رب العمل، بحيث أنه لما يشوفه أنه هو متضايق وهذا راح يتعامل معه، أنت ليش متضايق أنت كذا، ما راح يعني يفهمون الوصلة هذه بينهم بين بعض. فلما توصل لكم الشكوى شلون يتم حلها؟ هل بشكل ودي أو يعني في طرق ثانية؟ تكلمون المكتب اللي مثلا المستخدمين منه العمالة هذه؟ نعم، احنا بداية فتح الشكوى عندنا او استقبال المراجع نفسه، اما ان العامل يقول انا راح اتوقف عن العمل وانا ما اقدر اكمل، ابي اسافر، او ان مثلا ابي انتقل الى بيت اخر لان البيت هذا كبير علي، فنبتدي فتح الشكوى. وغالبا نحاول نحل يعني عندنا احنا الإدارة ننظم الحلول ونوجد الحلول للعامل ولرب العمل في البداية قبل ما ندخل المكتب في هذا الموضوع، نحاول ان احنا نحل العلاقة بينهم الاثنين. إذا ما توصلنا إلى نتيجة نبتدي عاد نستدعي مكتب الاستخدام، بحيث انه أيضا ممكن يكون عنده يعني حلول من ناحيته. شنو ممكن يقدم حلول مكتب الاستقدام؟ يعني هل يبدل العمالة؟ يعني شنو الحل اللي ممكن يقدمه؟ التبديل طبعا يمنع القانون قضية التبديل. نعم. والأمور هذه الحلول أنه مثلا يوفر في ما نقول مترجم، لكن يكون شخص شوي يعرف يتعامل مع شريحة العمالة والأمور هذه. ممكن أن مثلا
إذا في رغبة العامل أنه يغادر ممكن يتدخل المكتب يحاول يهدي الأوضاع، في احتمالات يعني تكون شده. نعم، يمكن أستاذ ناصر قبل فترة أعلنتوا عن إيقاف أكثر من 66 مكتب للعمالة المنزلية، فودنا نتكلم على هذه التفاصيل. شنو الإجراءات اللي تتم؟ أكيد يعني قبلها يكون في إنذار، في إيقاف مؤقت، في سحب للرخصة. شنو إجراءاتكم على مثل هذه المكاتب؟ ليش تم إغلاقها؟ نعم، طبعا المكاتب، احنا ما نتكلم على المكاتب الرسمية اكثر ما هي مكاتب سوق سوداء تعتبر موجودة في البلد، واحنا قاعدين نحاول نحاربها. المكاتب هذه مؤجرة على، ممكن تكون عمالة وافدة، والعمالة الوافدة اللي موجودة قاعدة تدير هذا المكتب، تدير مثلا هذه الإجراءات. وإحنا بداية أول شيء في طاقم تفتيش موجود في الساحة، موجود في الأسواق ويتحرك يعني بطريقة منظمة، يبتدي يعني يتبع المشاكل ويتبع الأماكن ومواقع هذه المكاتب اللي فيها قضية التداول السوق السوداء، ويبتدي في اختار المكتب مبدئيا بأن أنت مخالف. طبعا احنا أعلننا عن طريق وسائل الإعلام بالكامل شنو الحقوق والواجبات بالنسبة للمكتب وشنو اللي ممكن يتخالف عليه، وبناء عليها يبتدي المفتش يحرر هذه المخالفة ونرفعها ويطلع فيها قرارات إيقاف يعني. نعم، يعني احنا ساعات نشوف عن طريق الانستغرام او عن طريق الانترنت ان في تأجير لساعات معينه لعماله منزليه مؤقته، هل مثل هذه الحالات انتم لكم سيطره عليها ولا هذه تعتبر من السوق السوداء؟ احنا طبعا عندنا قسم خاص في هذا الموضوع لمتابعه مثل هذه الاجراءات، طبعا تعد مخالفة للقانون والجرائم الإلكترونية وقانون الاتجار في البشر. احنا بدورنا في المتابعة نرفع الى الجهات المعنية في هذا الموضوع، نرفع لهم وننوه لهم شنو نوع المخالفة ومخالفة اي بند من القانون، وهذه الجهات أمانة يعني احنا قاعد نحسها في ارض الواقع قاعده تعمل بصوره جيده يعني ان شاء الله. جميل، بس انا فعلا ابي اكد على هذه المعلومه ان تاجير العماله بالساعات ما هي قضيه او موضوع قانوني، لان بعضهم يقول عندنا مكتب وعندنا عنوان عندنا كل شيء رسمي، لكن هي غير قانونيه. نعم، غير قانوني ابدا، اصلا الاعلان عن العامل المنزلي منع القانون، أن اليوم أنا أعلن عن عامل منزلي أو أن مثلا أعرض بعض المواصفات للعامل ولا هذا يمنعها القانون ويعاقب عليه القانون. نعم، بس يعني أستاذ ناصر، يعني ساعات ناس ما تقدر مثلا تجيب عمالة، المكتب قاعد يطلب مبلغ كبير. أشوف أنا مثل هذا الإعلان أن في عاملتي اللي بعشر دنانير بأكثر من أربع ساعات مثلاً. نعم. فشنو تنصحهم؟ شنو تقول لهم بخصوص يعني الاستعانة بمثل هذه العمالة اللي بالساعات؟ بالنسبة للعمالة اللي بالساعات أغلبها عمالة تارك العمل، يعني تعتبر عمالة متغيبة من منازل أصحاب الأعمال اللي كانوا فيها، لأن أصلاً القانون يمنع التشغيل بالساعات. فلذلك هذه الجهات أو هذه المكاتب أو هذه الشركات، أو طبعا هي عبارة عن مواقع وهمية قاعدة تشغل وتحرك هذه العمالة بصورة غير قانونية. فاليوم هذا العامل طول ما هو ترك العمل في بيت رب عمله 1000% في عنده مشاكل، وراح يبتدي ممكن يعرض البيت للسرقة أو إلى أمور أخرى يعني. راح يكون أمين على البيت اللي راح يشتغل. نعم. فيه يعني بالساعات. نعم. نعم. أستاذ، شنو تنصح المواطنين بما أن أنت قاعد تشوف هذا الكم من المشاكل وسوء، خلينا نقول التواصل اللي قاعد يصير بين رب المنزل والعامل، شنو تنصح المواطنين بالذات في طريقة تعاملهم مع العمالة المنزلية على أساس يتفادون المشاكل اللي توصل لغاية المكتب عندكم؟ بداية العامل المنزلي يعني احنا لو بنحطها في الاعتبار
العامل المنزلي عبارة عن فرد من الأسرة راح يكون طبعاً. اليوم قاعد يقعد ويأكل ويشرب معانا وعايش معانا في نعم. داخل هذا المنزل. وغير كذي هذا العامل عبارة عن موظف وظيفة مقابل أجر قاعد يأخذها، يجب مثلا معاملته بهذه الصفة. ننشر الثقافة لأبنائنا لكل المتواجد بأن هذا العامل شخص جاي يؤدي هذه الوظيفة وبالنهاية راح ينتهي ويتوكل على الله ويروح و... نعم. جميل أستاذ، بالأمس كان في زيارة لوزير العمل الفلبيني، شنو نتج عن هذه الزيارة وشنو التوصيات اللي طلعت فيها؟ بالنسبة للزيارة معالي الوزير الفلبيني، كانوا جايين بناء على دعوة معالي وزيرة الشؤون الاقتصادية نعم. على أساس متابعة الاجتماعات الدورية للاتفاقيات اللي كانت بين البلدين. في الاجتماع طبعا احنا كهيئة او دورنا في الهيئة اجتمعنا راجعنا بنود العقد وطريقة تطبيقها ومراجعة بنود الاتفاقية وطريقة تطبيقها، وطلعنا بنتائج جيدة وتوقع محضر الاجتماع وان شاء الله الامور طيبة بإذن الله. إذن هو اجتماع دوري وما له علاقة بالخلاف اللي حصل آخر مرة صح؟ نعم، احنا الاجتماع يعتبر اجتماع دوري نعم. يعني ما له اي داعي يعني في الخلاف او ما له دعوه في الخلاف. نعم، كل الشكر لك على وجودك اليوم. في كلمه اخيره تحب تضيفها في نهايه اللقاء؟ طبعا الكلمه الاخيره هي بالنسبه للمواطنين. اول شيء احنا عندنا المكاتب حاليا بدت الهيئه تحط ستيكر يشير الى المكتب الغير متعاون او المكتب اللي يسيء التعامل مع القانون، راح يكون في ستيكر مكتوب عليه هذه المنشأة مغلقة. ينور رب العمل اذا كان يوم يبي يدخل الى المكاتب على اساس يطلب عمالة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ننصح عدم التعامل بالعمالة المسترجعة. فاليوم أنت ما عندك أي سند قانوني تقدر ترجع فيه على المكتب أو ترجع فيه لحقوقك أو مطالبة في حقوقك. وبالنهاية إدارة تنظيم استخدام العمالة المنزلية جاهزة في أي وقت لحل أي مشاكل للسادة المواطنين. إذا يحبون يجون عندنا في الإدارة، إحنا فاتحين أبوابنا وراح نسعى ان احنا نحل كل المشاكل اللي موجوده قدر الاستطاعه. يعطيكم العافيه، قواك الله. ما قصرت مدير اداره تنظيم استخدام العماله المنزليه في الهيئه العامه للقوى العامله الاستاذ ناصر موسى، كل الشكر لك. احنا راح نطلع وياكم مشاهدينا فاصل وراح نتواصل، راح اروح الامارات بعد شوي. يلا فاصل نتواصل معكم.